أكد لي عافاك من النمرة 06 34 27 01 34 ياك أخا. أنا خلي 06 34 27 01 34 ياك، هذا هو الرقم. حنا غنبداو إن شاء الله على المباشر. إذا عندك جبنيات ياك، جبنيات المرحوم مات الله يرحمه، خلاكم مسؤولين في هاد الدويرة هادي. للأسف الشديد عائلته نقدر نقولوا هاد الناس، هادو هاد الناس منقولوش حقروك، ولكن انما ما داروش بدك العائله، بحق العائله وبحق الدم اللي مشاركين، وبحق حتى الملح والطعام، يعني باش الناس مور 5 ايام ديال الموت ديال راجلك يجيو عندك يبغوا انهم يخرجوك. هادشي راه ما خاصوش يدار، وما خاصوش حتى يتقال، حشومه وعيب وعار. انا كنوجه لهم هاد الرساله، الا كانوا ان شاء الله كيسمعوني وغادي يسمعوني ولا يشوفوا هاد المباشر، كنبغيهم نقول لهم انهم الله يهديهم ويشوفوا في هاد البنيات هادو، ويشوفوا فيك حتى انتي، لان انتي كيف ما قلتي ليا باللي ما مولفاش انك كتخرجي تخدمي، ولا كان المرحوم الله يرحمه مخصصكم من والو، حشومة انهم يجيو حتى لهاد الوقيته هادو ويبغيو يخرجوك. هذا نداء ليهم هما، رساله ليهم هما اللي كانوا كيسمعوا. الرساله الثانيه هي اي واحد قادر يعاون هاد السيده هادي وهي وبنياتها، ما يبقاش الا حتى بالدعاء تقدر انك تتعاون مع هاد الناس. فرقم الهاتف هو 04 34 27 01 34. بطبيعة الحال حنا غنعطيو السيدة انها تقول لنا شنو وقع بالضبط مورا الوفاة ديال الزوج ديالها. غير هاد الناس هادو بغاو انهم يخرجوها بالضبط. عاودي لنا بالضبط مورا ما مات المرحوم الله يرحمه. مع حتى شفنا اخويا سيفو، انا نعرف جيت خيت يوم مكاري هشر الدار، ما بقينا كنخلصوا حتى كرا ولينا عايشين مع بعضياتنا. ما بقاش معايا الراجل ديالي خدمة اللي انا شي وليدات شادهم ولاد صح صحاباتي هما اللي كاينه معاهم، والمحسنين الله يخلف عليهم والحباب هذا باش عايشين. نهار مات اخويا تسيفو عليا، جاتني اختو نهار 5 ايام قالت لي هزي حوايجك وخرجي من هذا البيت وخرجي تما للمراح، وانا فين غنمشي؟ ما عنديش فين نمشي، 21 عام وانا ساكنه في هذا الدار، 21 عام وانا في هذا الدار ساكنه، وعندي جوج بنيات. زادوا هنا هاد البنيات، زادوا هنا 21 عام وانا هنا. دابا قالوا لي تخرج، دابا قالوا وكتعطينا هاد البيت خصنا نسدوه ونسدوه، غنشدو تما المراح يهدوني كيقولوا لي خرجي باينه. انا ملي ما غيبقاش عندي هاد المرح، وانا المرح دايره فيه وليدات وعايشه وليدات، وانا وهاد البنيات حتى واحد عندي مخدام كان كيقرا، وما عنديش اللي يجيب لي شي لقمه باش نعيش، عندي الله وهاد الوليدات هما اللي عايشه بيهم. دابا كيهدوني عارفينك ما عندك فيش تمشي لخرجتي، عارفيني ما عنديش فين نمشي، عارفين كل شيء. وهما انا شنو نقول لك، الله ياخذ الحق، حسبي الله ونعم الوكيل. انا ما كاينش اللي كيدير شي واحد يدو في جيبو، داكشي اللي كنشدو كنصرفو عليهم، ما كنتش نصاب الوقت غادي يدير ليا هكا. كون كنت قلت مولات انا كل شويه ونخزن شويه كل لقيته، واش دابا انا نخرج للزنقه؟ انا ما عندي جبنات، كون غادي راسي في الموالك غادي نمشي الله، غتمشي عند خوك تنعسي، غتمشي عند اختك راسك فين ما مشيتي عند عائلتك، ولكن انت عندك جوج بنات فين غتهز هاد جوج بنات وتمشي بيهم؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. شنو وقع اليوم جا عمهم ياك؟ جا عمهم قال لي اختي مصيفطه امي باش تسد هاد البيت. قلت له هاد البيت هما من قبل قالوا لي حقا بغينا ندخلوا عليكم الكاري، عيطت عليا اختو هذيك نجات قالت لي قالت لي السلام عليكم، قلت لها السلام، قالت لي واش انت في الدار؟ قلت لها في الدار، قالت لي بوحدك؟ قلت لها انا والله. قالت لي اختي هذاك البيت راه بغينا نكريوه. قلت لها انا بغيتو تكريوه اختي؟ انا غنشوف انا نكري. عقو ثاني قالت لي لا احنا هذاك البيت بغينا نسدوه. اليوم اللي جات اختها قالت لي اليوم انا غنسد البيت وغدا غنسد المرح، اذا خرجي صافي راه هادشي راه باين، هذا تهديد. كاين شي واحد في العائله معاك صفك ولا كلشي؟ ما كاين ولدي حتى واحد معايا الله، حيت هما ديجا كاين غير اخو العدوزه او العدوزه مريضه باغا كانت باغا العدوزه. شوفوا ولدي كون كان دابا تهضر هي كانت تقول لهم انا باغا فاطمه، لان من نهار جيت 21 عام وهي معايا،
ونهار قلال لصحتها انا حشكني كندير الطواليط وانا اللي كنجيبها وانا اللي كنوضي وانا اللي قايمه بها. نهار بغاو يديروا هاد الخطه قدوها، نهار بغاو يديروا معايا هاد الخطه دومها. كيفاش كانت علاقه المرحوم معاه؟ مزيانه ما مزيانه؟ شوف كانت علاقه المرحوم معاهم مزيانه الا هاد هاد اختو. نهار جيت عندهم لقيتهم ما كيهضروش مع بعضياتهم. نهار جيت لقيت هاد الجوج ما تيهضروش، راجلي واختو ما تيهضروش مع بعضياتهم. انا وسطهم كنتحارب، اشنو اللي بيناتهم الله اعلم. هذاك السم اللي بيناتهم هو اللي ناضت هي دابا مكفل البيضه في الطاس. كتقول لهم انا هذيك دارنا مراهمة، هي وجوج بنات بغات تشد الدار على قدها، انا حتى بغيت حقي تما. هي عندها دارها واختها الاخرى عندها دارها، وما موسوره حتى وحده، ما مخصوصه بديور. وعميتها واحد ما قال لي زعما راك انت ساكن بوحدك ولا زعما حنا نسكن. نهار كان المرحوم عمر شي واحد مدوى، نهار مات المرحوم ولا قالوا لي الباب الحباب، انا ودي راه ما عنديش فين نمشي عند الله. كان المشاكل كيسمعك دابا عمهم شنو تقول عم عمتهم شحال ما قدرتيش انك تقولها فاز تقولها لا هذا شنو تقول لي؟ الله يخلصهم، الله يخلص انا يخلصني الله على داكشي اللي دايره معاهم، وهما تهم الله يخلصهم مع داكشي اللي دايرين معايا. كل يخلص الله على قد داكشي اللي دار، لان انا زارع مع الخير والله شاهد عليا، وما كنتش نصابهم غيديروا معايا، كنت صعبه غيديروا معايا كلها دايره بحسابها. الحمد لله على كل حال، طلب الله هو يصور. واش تقول عافاك من تما؟ بغيت نقول انا غير يراعي وغير الدم، حيت الدنيا راه فايته ومتى واحد حتى حاجه ما دايما تداوموا لله سبحانه وتعالى. اليوم غد اليوم عليا وغدا عليهم، ما كنعرفوش يشوفوا من يشوفوا بقلب ديال الابوه ولا بقلب ديال الامومه ويشوفوا هاد البنيات هادو. صافي هادشي اللي بغيت والله يهدي ما خلق. انا عاود ندير رقم الهاتف لا خلي نشوف التعليق ديالك في العنوان، هو 0634 27 01 34. فهذا ماشي حال مع الله سبحانه وتعالى. هذا الانسان ما يدير من غير انه يقول الحمد لله وربي راه ما كيسد باب حتى كيحل بيبان ان شاء الله. فكيف ما ذكرت لكم ان الرساله الاولى والاخرى هي العائله ديال العائله ديال المرحوم الله يرحمه، ولا كانوا كيشوفوا هذا مباشر، وان شاء الله غادي يوصل لهم باذن الله انهم يراعيوا كيف ما قالت السيده البنيات راحوا الدم ورا مجموعه من الامور. داس انت عشتها 21 عام راه ما ساهلش، ما جيش بين ليل ونهار انهم يخرجوك في الزنقه فين غتمشي شنو غادي ديروا، المشاكل دابا اللي كاينه في الزنقه وشنو يقدر يوقع دابا في الزنقه راه صعيب الحال. نتمنوا غيكون الخير ان شاء الله، ديما تيتفائلوا والبنيات تيتفائلوا غيكون الخير باذن الله تعالى. والناس اللي كيشاهدوا هذا المباشر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. رقم الهاتف المره الاخيره هو 0634 27 01 34 ياك واه.